معنا السيد مجدي الخليفي الكاتب العام للنادي الافريقي ورئيس بعثة الفريق في مالي. سي مجدي، بشكل مفاجئ ما كانش منتظر بالمرة، مقابلة النادي الافريقي في باماكو ضد جوليبا اتأجلت، والسبب معروف هو عدم صلاحية الميدان بعد تهطل كميات كبيرة وفي ظرف قياسي كميات كبيرة من الامطار. المقابلة اتأجلت غدوة 5 متاع العشية بتوقيت تونس، كيفاش باش تتفاعلوا مع الوضعية والظرف الجديد هذا؟ ثم متابعة دقيقة من الهيئة المديرة المتواجدة في تونس. توا منذ بعض ثواني كنت في مكالمة مباشرة مع السيد سليم الرياحي رئيس النادي، وقاعد يتبع فينا وفي التطورات الأحداث، وثم حلول اللي قاعد يتم في إيجادها من تونس وحلول من مالي. دونك ما عندناش إشكاليات. الإشكالية الوحيدة المطروحة قدامنا توا اللي مقلقتنا أن غدوة يلزم مقابلة تصير باش نجموا نغادروا مالي، خاطر المطار يسكر نهار يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس. معناه اذا كان غدوه ما تعاود تتاخر المقابله ولا ما تروحوش غدوه باش نزيدوا 4 أيام في مالي. هذا الوجه الوحيد للقلق. معناه ابارسا الوضعيه تحت السيطره من جميع الجوانب. حتى رحلة الخطوط التونسية اللي جيتوا فيها من تونس لمالي، يظل لي ما فماش رحلة قريبة مبرمجة من باماكو لتونس. ما ثماش رحلة قريبة مبرمجة، ما يثم غدوة رحلة مبرمجة من تونس دكار تونس. قاعدين نعملوا في محاولات من طرفنا نحن لهنا من مالي، ومن طرف بقية الهيئة المديرة والرئيس من تونس، باش نحولوا الطيارة هذيك تولي طريق الترويح نتاعها دكار باماكو تونس. النادي الافريقي كذلك تنتظر مباراة مؤجلة لحساب البطولة منذ عودته لتونس. يظهر لي باش تحاولوا يعني تزيدوا تأجلوا المقابلة هذه اللي هي في الأصل مقابلة مؤجلة. أصرت الرابطة والترجي الرياضي الجليسي على المقابلة تجري نهار 5 جويلية، لكن يظهر لي الأحداث شاءت خلاف ذلك، والمقابلة استحالة أنها تجري نهار 5 جويلية. دونك هي باش يقع تأخيرها بعد الدات هذه، وإلا باش نرجعوا للتاريخ المقترح من عنا أنه نستفتحوا بها استكمال البطولة. بالتوفيق، ويرجع وفد النادي الإفريقي سالم معافى وكذلك محقق نتيجة إيجابية للتونس إن شاء الله. الحاجة اللي نحب نأكد عليها اللي قاعدين يشاهدوا فينا أنه الظروف الأمنية في باماكو ممتازة وممتازة جدا، وما ثم حتى إشكاليات على الوفد اللي متواجد في باماكو. شكرا لك سي مجدي الخليفي.